أبسط قواعد الحياة لن تجدها في قطاع غزة، فالقصف الهمجي لم يترك شيئاً إلا ودمره. في مدينة رفح، وبعد رحلة نزوح شاقة، تجلس تهاني رفقة عائلتها أمام هذا الموقد اليدوي لإعداد وجبة طعام تسد رمق أسرتها. أنا قاعدة بشحت عشان أطعمي أولادي وبلاقيش، بروح على الشؤون، روحي على الجامع، بروح على الجامع، روحي على الشؤون، طحين ما فيش، بستنى استني الناس اللي بتوزع الأكل، أبعت أولادي يجيب لهم أكل، إذا إجوا كمان، إن يومين ما خدناش أكل. أيام مأساوية يعيشها النازحون في مدينة رفح، اختفت فيها موائد الطعام بسبب العدوان، فبالكاد تحصل تهاني على وجبة واحدة في اليوم. من أولادي يقول ياما نفسنا في الدجاج اليوم، الأولاد لسه اليوم بيقولوا نفسنا في الدجاج، من وين راح أجيب لهم دجاج؟ من وين؟ أنا عارف الله يفرجها علينا. هنا معركة يومية يخوضها النازحون من أجل البقاء على قيد الحياة وسط استمرار نيران القصف الهمجي في غزة. الشاي مع قطعة صغيرة من الخبز، هذا كل ما لدى عائلة أشرف لإسكات الجوع. يوم لميت أحفادي ولميت أولادي كلهم وعملنا لهم كوباية شاي، طبعا براد كبير شاي، مع كل واحد طبعا فتة صغيرة دقة وافطروها وبس، بضلوا عليها يا بعد العصر. أطفال ينتظرون في طوابير لساعات حاملين أواني فارغة على أمل الحصول على وجبة طعام أصبحت حلما لأطفال غزة. إحنا بنصفنا من الساعة 8 عتكية رفح، لأنه لا يوجد أكل في الدور، لا مي ولا أكل ولا شرب ولا أي حاجة تقويت أولادنا، أولادنا صاروا يموتوا من الجوع، هذا صحن طبيخ اللي بناخده فطور وغدا وعشاء للأولاد. التجويع حرب أخرى لا تقل فظاعة وتنكيلا عن القصف المدفعي والغارات الجوية، ولا أفق سوى الأسوأ في ظل عدوان همجي لا يرحم. ورغم الجوع تبقى الابتسامة تعلم حي أطفال غزة في رسالة صمود وتحدٍ للاحتلال.